في فئة ديال لي SUV فاميليو لو سكودا كودياك مصنف كواحد من اكثر السيارات جاذبيه نظرا لسي ديمونسيون XXL وكذلك الاثمنه ديالو اللي جد تنافسيه. بالاضافه الى ذلك لو كودياك حقق نجاح كبير وتباع ما يزيد من 600 الف نسخه عبر العالم. هذا النجاح هو من احدى الاسباب اللي خلات سكودا تنتظر قبل ما تخرج الجيل الجديد، علما ان الجيل الاول ديال الكودياك ظهر في 2017. اليوم لو كودياك جاب ان غوستيلاج دائما بموتوريزاسيون ديزل، فخليكم معنا نكتشفوا من خلال لي زيسي دو ماتان اوتو شنو هما العناصر اللي تغيروا في هذا لو غوستيلاج. كيف كتلاحظوا معايا لو كودياك تطور ببطء ولكن بثبات. عندنا اضواء جداد لي افيلي وفولاد في هاد لافينيسيون بيزنس، كذلك اون كالوندر جديده واللي فيها ان افي 3D، وعندنا لو بوكليي افون اي اريير اللي تعاد الرسم ديالهم. في هاد لافينيسيون عندنا دي جونت الومنيوم دو 19 بوص، دي فيتر اريير سور تانتي، دي بار دو توا نوار اي ان توا اوفرون بانوراميك. لور عندنا دي فو فولاد في هاد لافينيسيون، une double sortie d'échappement, فقط le Kodiaq حافظ على son style أصلي. الداخل ديال لو نوفو كودياك كنلاحظوا ان قليل العناصر اللي تغيروا، سكودا حافظت على لو ميم ستيل. عندنا دو نوفو سيج ان كوير لي ريغلابل الكتريكمون، ان نوفو ديجيتال كوكبيت دو 10.25 بوص اللي فيه ان نوفيل افيشاج. عندنا كذلك ان اكرون تاكتيل دو 8 بوص اللي مجهز بلو سمارت لينك مع لابل كار بلاي سون فيل، لا كوموند فوكال، لا كاميرا دو ريكول الى غير ذلك. كنلاحظوا ان سكودا حافظوا على لي كوموند فيزيك كلاسيك ديال لا كليماتيزاسيون لي اوتوماتيك وبيزون اللي كيبقاو براتيك وسهلين في الاستعمال. لتحت عندنا لو شارجمون باغ اندكسيون دو تيليفون و دو بور دو شارجمون ديال لابل، ما عندناش دي بور USB عاديين، ان فرينامان الكتريك و ان اكودوار كبير لي ريغلابل ا ديفيرون نيفو. زيادة على الشي اللي ذكرنا، لو كودياك مجهز في هاد لافينيسيون بلو لافار تيليسكوبيك، لي ريتروفيزور اكستيريور شوفون ان ريغلاج الكتريك افيك ميموار، لاكسي اي ديماراج سون كلي، لي لوميير دومبيونس، لو كوفر الكتريك افيك اوفرتور مان ليبر الى غير ذلك. تغييرات قليله لداخل ديال الطوموبيل، ولكن لا كاليتي دو فينيسيون زوينه، لي ماتيريو لي مستعملين سون دو اوت غام. زياده على ذلك لاسباس لداخل كبير، فيه 7 ديال البلايص، لا دوزيام رونجي فيها ان اسباس او جامب كبير، اما لا ثوازيام رونجي فالاسباس اي ان بو ليميتي. لو كوفر اي انورم سون لي دو سياج لورانيين، كيتحمل 835 لتر. لو سكودا كودياك بقى محافظ على سا موتوريزاسيون ديزل، كيتعلق الامر بان 2 لتر دو 150 شيفو، كاع لي فينيسيون سون راتاشي ا اون بواط اوتوماتيك سيت رابور ا دوبل امبرياج. هاد لو 2 لتر ديما كيبقى ان اكسيلون شوا بور افالي لي كيلومتر فاسيلمون سون افوار ا شيرشي دو كوبل باش ديباسي مثلا في لوتوروت. الا خدينا بعين الاعتبار لو غاباغي و لو غيون دو براكاج لي كبير، نقدو نقولو ان لو سكودا كودياك اي بلوس اليز في الطريق على المدينه، ولكن في نفس الوقت كيلعب لا كارت دو بوليفالونس، لا بواط دو فيتيس كدوز لي رابور او بون مومون، il est silencieux et bien insonorisé. Par contre, l'amortissement est chouïa rigide. Et malgré qu'il s'agit d'un grand SUV, le Kodiaq est prêt à chaque drap sur le track ou les virages, sa conduite est facile et très confortable. Le Skoda Kodiaq est prêt à faire un bien pour les gens qui ont un grand 4x4 polyvalent au Facebook de l'Ablaïs. C'est un SUV qui a du style, les gens qui ont un même d'achille ou à l'alcharigie, bien équipé ou monté des matériaux de bonne qualité. Sa conduite est confortable, son moteur est performant économique Fnuslurt. La formule est proposée par Skoda à partir de 309 900 dirhams en promotion halienne. Nous sommes à la fin de la journée. Nous allons voir une prochaine vidéo avec un automobile GDAF les essais du matin auto.